اهلا بكم اعزائي الطلبه في كايرو دار وحلقه جديده من حوض النيل ومعالمه التضاريسيه. طبعا احنا ما زلنا في الباب الاول اللي هو بينقسم الى 7 فصول، وقبل ان نتناول شرح تضاريس حوض النيل انوه تنويه هامه جدا قوي، ان في طلبه كتير يقول لك انا عايز احفظ. ما فيش حاجه اسمها حفظ، لازم افهم الاول، وبعد الفهم بياتي الحفظ، والحفظ بيجي مع تكرار المستر معاك، مش ان انا اروح اقعد في البيت واقعد احفظ واضيع ساعه كامله ان انا احفظ رقمين او اسمين او الكلام ده. لا، احنا هنا غير تقليديين في كايرو دار، ويكفينا فخرا وبعدها في كل حلقه ان اكتر من توقعاتنا 99% او 95% من سيره الثانويه العامه تقريبا بتبقى من كايرو دار، وده مش من دماغنا اصلا، ان احنا بنعتمد على الكتاب والنماذج واسئله الايه الفهم. طيب تعالوا نطبق بقى الفهم ده لما نيجي ندرس حوض النيل حاليا. شوف انت دلوقتي قدامك حوض النيل، ادي حوض النيل اهو. تعالى بقى للطالب اللي بيفهم، اما يجي يدرس هنا حوض النيل يجي يقول لك ايه؟ طب حوض النيل اهو شايفينه كلنا اهو، اللي هو طوله كام؟ طول نهر النيل كام؟ 6670. في بعض الطلبه يجي يقول لك ايه؟ ولازم يعني نقول ما في مراجع بتكتب 6600، هو قال لك ضفت لك نهر كجيره. طيب ادي طول حوض النيل زي ما احنا اتفقنا، وادي مساحه حوض النيل، في طول نهر النيل وفي حوض النيل. حوض النيل 2.9. خلينا احنا سؤال مره قبل كده، قلنا لا تنطبق قاعده تطور الانهار على حوض النيل. طب ايه قاعده تطور النهار؟ ان هو يمر بثلاث مراحل، الحوض الاعلى في مرحله الشباب، والحوض الاوسط في النضج، والحوض الادنى في مرحله الشيخوخه. نهر النيل لا يمر بثلاثه هذه المراحل. ليه؟ لانه بيتكون من عده احواض، فكثرت فيه الجنادل والشلالات. يوم جاء الطالب يقول لك ايه، او الطالبه تقول لك انا حفظت، خليه يجيب سؤال يقول لي كثره الجنادل والشلالات في حوض النيل. طب افرض غير السؤال، هيغيره يقول لي كثره مراحل الشباب والشيخوخه في حوض النيل. كثره مراحل الشباب والشيخوخه في حوض النيل. اقول له استنى استنى استنى، ما هو نفس السؤال الاولاني كثره الجنادل، بس الجنادل والشلالات مناطق التقاء الاحواض، اما كل حوض بيمر بايه؟ بمرحله. طب انا هعرف ادرس حوض النيل ازاي؟ قال لك لا، احنا علشان عرفنا ان حوض النيل يختلف عن باقي انهار العالم مش هنعرف ندرسه بالطريقه التقليديه، قسمناه الى 3 انظمه نهريه، وقسمناه الى 5 اقسام تضاريسيه. قسمناه الى 3 انظمه نهريه، خلي بالك 3 انظمه نهريه قسمناها حوض النيل، وايه تاني؟ وقسمناه الى 5 اقاليم تضاريسيه. ممكن يجي يقول لك ايه الطالب بقى ايه، والطالب بقى يقول لك ايه، بس ده يجي يسال يقول لي ايه قصبة حوض النيل الى 5 اقاليم تضاريسيه. اقول له صح. طب احنا عايزين التعليل، لانه لم يتكون من حوض واحد ولكن تكون من عده ايه احواض. شوف جزئيه، انا مش عارف السؤال هيجي ازاي، عشان كده لازم افهم، والا كان كل الطلبه طلعوا الاوائل على الجمهوريه اللي كانوا بيحفظوا. طب ما انتوا بتحفظوا وبتنضرب وبتتشتم وبتتهزق وما طلعتوش الاوائل ليه؟ لازم افهم. شوف الاجيال السابقه يقول لك ده انا ياما اتهزقت وحفظت، طب ما طلعتش الاول ليه؟ عشان ما كانش معاك كايرو دار اللي هو بيعلم الفهم، لان احنا على نسق وزاره التربيه والتعليم بنجيب السؤال مره جه كذا ومره جه كذا، وده اللي احنا هنقول. تعالى كده ده احنا نشوف اهو، ادي يختلف حوض النيل عن باقي انهار العالم. ليه؟ لان كل انهار العالم بتمر بحوض اعلى وحوض اوسط وحوض ادنى، لكن نهر النيل ما بيمرش بالكلام ده. ليه يا عم النهر؟ اتكلم النهر يا ابني، بص يا حبيبتي انت وياه، وبص يا ابني كلم النهر، تعالى نهر النيل. انت ليه يا حبيبي ما بتمرش بالمراحل التي يمر بها اي نهر في العالم؟ نهر النيل هيقول لك كده، عشان انا لم اتكون من حوض واحد ولكن تكونت من عده احواض، خلاص؟ فكثرت بي الجنادل والشلالات، وكثرت بي مراحل الشباب ومراحل الايه الشيخوخه، عشان كده انا مش هعرف اتمشى او هتشابه مع اي نهر فين في العالم. شوف الذكاء، قال لك طب انت عرفت الكلام ده، طب ما النتائج اللي ترتبت على، وخلي بالك تكوين حوض النيل من عده احواض. هذا سؤال اقول له النتائج اللي ترتبت على تكوين حوض النيل من عده احواض، كثرت الجنادل والشلالات، وكثرت فيه مراحل الايه الشيخوخه
والايه والشباب. مش كل حب يمر بثلاث مراحل. طب اشمعنى نار دي ما مرت بالمراحل ديت؟ وانت بقى وانت فكر في سؤال جديد بقى بطريقه الايه الفهم. طيب يبقى انا قسمت ادي حوض النيل. تعال نشوف الميزات. قال لك يتكون حوض النيل من ثلاث انظمه نهريه. ثلاث من المنابع العليا حتى بحيرته. خلاص ودي خلي بالكم منها كويس قوي. او من المنابع العليا نشوفها كده تاني. من المنابع العليا حتى بحيره نو ومن الصوبات الى التقاء الازرق بالابيض. عشان ما تقولش ده مقرنه، لا، الى التقاء الصوبات بالابيض. ومن خان شبلوكه شمال الخرطوم الى ايه؟ الى مصر. يبقى بيتكون من ثلاث انظمه ايه؟ نهريه. عشان اعرف ادرسه. ما انا بعمل كل الكلام ده ليه؟ قال لك عشان اعرف ادرس نار النيل. وبعدين ارجعك تاني اقول لك فاكر ليه؟ لان يختلف نار النيل عن سائر انهار العالم من حيث تقسيم مجراه اللي هي اللي معروفه في كل انحاء العالم. طيب عندي المنابع الاستوائيه، انا عايزك كده وعايزك المخ ده يفوق معايا بقى وانسوا الحفظ اللي انتوا نايمين فيه. ومزيدا من التفاصيل بتفرجوا على اسئله الكتاب واسئله النماذج واسئله الامتحانات السابقه، وبعدين بقول بس كان في حفظ ولا لا. احنا عندنا خمس اقسام المنابع الاستوائيه اللي هتكون حديثنا في هذه الحلقه. بعد كده اعالي النيل، اعالي النيل. بعد كده المنابع الحبشيه، وبعدين النيل النوبي، وبعدين وادي النيل في مصر. طيب تعال نشوف بقى المنابع الاستوائيه. تعال تجيب كل طالب، كل طالبه في الثانويه العامه يقوم جاي مغمض عينه يقول لك المنابع الاستوائيه اللي هي هضبه الايه؟ البحيرات. اللي هي المنابع الايه؟ الدائم. تلاقيه واقف، واقف انتباه كده وبيتلجلج كده وحالته بالبلد، يقول لك ايه؟ المنابع الاستوائيه مساحتها 355,000 كيلو متر مربع، ارتفاعها 1500، تتكون من خمس بحيرات، بحيرات حوضيه وبحيرات خضيه. ايه ده ايه ده؟ تعالى تعالى تعالى، هو مديك المعلومات ديت عشان تقعد تلكلك فيها وتحفظها؟ لا يا حبيبي فوق، ده هو لما يقول لك ارتفاعها 1500 هيقول لك خلي بالك عشان انا في الفصل الثالث وانا بتكلم عن مناخ حوض النيل هقول لك في اعتدال الحراره في المنطقه دي. طب اعتدال الحراره ليه؟ ارجع للفصل الثاني اللي هو بيقول لي ان هضبه البحيرات ارتفاعها 1500. شغل الجمجمه عشان ما تنامش بعد كده او تناميش ويجي لك يقول لك ايه؟ ده الجغرافيا صعب. صعب مين؟ ده اجمل ماده بيتم دراستها في الثانويه العامه. يبقى انا عندي المعلومات بطاقه تعارف على هضبه البحيرات، دي اسمها بطاقه تعارف. بطاقه التعارف بتقول لي ايه؟ ان هضبه البحيرات سميت هضبه بحيرات لكثره البحيرات بها. ماشي كويس. تاني نقطه صخورها ارقيه. تالت نقطه ارتفاعها 1500. ومش جايبها لك عليها بقى ال 1500 ديت، احنا في المعنى ساعد على غزاره المطر، ما احنا عندنا الجبال هتقدر غزاره الامطار، اعتدال درجه الحراره وهكذا. تاني نقطة صخورها أرقية وسيفة في دماغك. يبقى هنا صخورها إيه أرقية؟ تقول لها سيفة في دماغي أعمل بيها إيه؟ أقول لك عشان عندنا مرتفعات كردفان ودارفور صخورها أرقية برضو. يبقى إذا مرتفعات كردفان ودارفور امتدادا لهضبة البحيرات. ليه يا حبيبي؟ ليه يا حبيبتي؟ لأن الاتنين صخورهم إيه؟ أرقية. ده الواد اللي بيفهم، مش يقول لك إيه؟ ارتفاعها 1500. طب ماشي استفدت بيها إيه؟ فين جيف مي ريزون؟ اديني سبب أنت بتدرسها ليه؟ مساحتها 355. حلو قوي، بكل الناس عارفه ان مساحتها 355,000. لو جبت اي طالب اي واحد في الشارع قلت له تعالى قول ورايا الكلمتين دول ما تهيهم. طيب يغلب عليها الاستواء، يقوم جاي يغلب عليها الاستواء. يجي طالب يقول لك طب هي كلمه الاستواء دي موجوده في كتاب؟ اه موجوده عندك في كتاب في صفحه 14، بقرا كتاب المدرسه اللي انت بتتكسف منه او اللي انت بتتكسف. طب يبقى ايه؟ اهو بص بقى معايا، بيغلب عليها الايه؟ الاستواء. لما يغلب عليها الاستواء، طب هو كاتبها لي في الكتاب ازاي؟ قال لك تكاد تكون خالية من المرتفعات سوى جبل البون وجبل مفنبيرو وجبل المنزوري، بس فيها ثلاث قمم جبلية بس. وقال لك ايه؟ بيغلب عليها الاستواء، مساحتها كبيرة، يبقى تقصر فيها الايه؟ البحيرات. يبقى انا خلي بالك وبعيد الكلام تاني، يبقى تقل فيها البحيرات ولا تقصر فيها البحيرات؟ قال لك تقصر فيها البحيرات لان هي استواء فيها انخفاضات فكونت الايه؟ البحيرات. طب البحيرات عندنا كم نوع من البحيرات؟ شوف عملنا لك رسمه جميله جدا قوي، جبنا لك ادي بحيره فيكتوريا، شايف بحيره فيكتوريا الجميله بقى؟ يطلع منها النيل فيكتوريا يصب في بحيره البرت. عندنا هنا كده في غرب البحيره نهر كاجيرا قدامك اهو، وبعدين نهر سينيور.
الطلبة اللي هم المتفوقين اللي بيتابعونا في كايرو دار. لك بحار الفيكتوريا ديت بتقع في كام دولة؟ هتقول لي احنا في الفصل الثاني. اقول لك ما المعلومة اسمها معلومة تراكمية، لازم تعمل فيدباك بصفة مستمرة. بحار فيكتوريا بتقع في 3 دول: كينيا، تنزانيا، اوغندا. يا سلام على متعة الجغرافيا. ادي واحد. يبقى اما اجي ازيد بقى معلومات في بحيره فيكتوريا اقول له مساحتها 69,000. طب يا حبيبي هو مديها لك 69,000 ليه؟ علشان اقعد اقول ان بحيره فيكتوريا 69,000 وهي حوضيه انخفاضيه؟ ماشي، طب وايه يعني؟ استفدت ايه بقى؟ قول لي بقى في ذمتك استفدت ايه؟ لما تقعد تقول لي بقى ايه؟ خلي بالك اقول لك حته جميله جدا، انا اقول لك حته جميله. يقعد يقول لك ايه؟ الطالب بقى اللي هو بيبقى واقف عامل كده، بيبقى خايف، خايف من احسن المعلومه تقع منه. في بقى طالب تاني او طالبه تانيه، وانا متاكد ان هم بيتابعوا، يقول لك احنا عندنا نوعين من البحيرات في هضبه البحيره: بحيرات حوضيه اللي هي فيكتوريا كيوجا، وبحيرات انخفاضيه اللي هي البرت وادوارد، قصدي اخدوديه اللي هي البرت وادوارد وجورج. يبقى 3 اخدوديه و2 حوضيه. اقف عندك، حوضيه هستفيد منها ايه؟ وبعدين انت بتقول لي ان مساحتها 69,000. وراك هدف. هدفي اقول لك خلي بالك المساحه الضخمه 69,000 زائد ان هي حوضيه هيزيد فيها الفاقد من الماء، لذلك لا تصلح كخزين، مش هعرف اخزن فيها، لكن هي خزان طبيعي بطبيعتها. فعشان كده تنظيم نيل فيكتوريا منتظم طول السنه. وده سؤال تاني، ده سؤال تاني. شوف كام سؤال يجي يقول لك ايه: لماذا لا نفضل بحيرة فيكتوريا كتخزين للمياه اللي انت هتدرسها في الفصل السادس؟ اقول له استنى، ارجع للفصل الثاني ان مساحتها كام؟ 69,000. وهاجس رجلك فيه، يقول لك ايه: 69,000 يعني اكبر بحيرة في شرق الكرة الارضية، يعني اكبر بحيرة في العالم القديم، في العالم القديم، وتاني بحيرة في العالم بعد بحيرة سوبريورو في الولايات المتحدة. ركز. طب ايه رايك بقى ان هو جاب سؤال ثانويه عامه؟ قال له ده صح ولا غلط. شوف السؤال كان جميل ازاي؟ ثانويه عامه مش عارف 94 97. الامتحانات دي قديمه. هيغير في الجغرافيا ايه؟ هنشيل نهر مين ونغيره عشان نجيب مولك في المنهج الجديد؟ ولا هنشيل بحيره فيكتوريا ونغيرها؟ ما بحيره فيكتوريا بقى لها الاف السنين موجوده. اذا المنهج ده كان زمان موجود، زمان من حوالي، وما زال بيدرس لحد دلوقتي. خلاص؟ تعالى بص كده، الطالب بقى اللي بيفهم اللي هو انتم ان شاء الله، يجي يقول لك ايه: بحيره فيكتوريا. شوف السؤال جه ازاي، قال له ده صح او غلط؟ ده صح او غلط. طبعا هيجي لك السؤال ده يقول لك: دلل على صحه او خطا تلك العباره. بحيره فيكتوريا اكبر بحيره في نصف الكره الشرقي. بحيره فيكتوريا اكبر بحيره في نصف الكره الشرقي. اقول له صح في الشرقي. طب ما قالش الغرب ليه؟ لان احنا عندنا البحيره الامريكيه، خلاص، اللي هي تعتبر اكبر بحيره في العالم. شوف الذكاء. طب هي اكبر بحيره في نصف الكره الشمالي. اقف. اكبر بحيره في نصف الكره الشمالي. شكرا. غلط، لان عندها بحيره تانيه بتنافسها. اهو ممكن يجيب لي السؤال ده سند، يقول لي ايه: بحيره فيكتوريا اكبر بحيره في نصف الكره الشمالي. تبقى الطالب كاتب صح، كله صح صح صح. ايه ده؟ اصل انا كنت حافظ ان البحيره دي كبيره. يا حبيبي نصف الكرة الشمالي أي الكرة الأرضية. لو جيت نصف الكرة الشمالي هتلاقي أدي أمريكا الشمالية في نصف الكرة الشمالي، وأدي أفريقيا في نصف الكرة الشمالي. يبقى بحيرة فيكتوريا في نصف الكرة الشمالي، والبحيرات الأمريكية في نصف الكرة الشمالي اللي فيه أكبر بحيرة في العالم اللي هي سوبر يورو. يبقى إذا ما أقدرش أقول إن أكبر بحيرة في نصف الكرة الشمالي هي فيكتوريا. أجي على الخريطة، تعالى يا خريطة حبيبتي أما أشوفك إيه، ألاقي العملية بقت سهلة. طب هتقول لي: طب هو جاب مش هو جاب لك سؤال مره في ثانويه عامه قال لك ده صح او غلط، اكبر بحيره في نصف الكره الشرقي هي فيكتوريا؟ يقول لك: طب ما انا بقى ممكن اقول له اكبر بحيره في نصف الكره الشمالي، واشوف بقى الناس اللي بتفهم والناس اللي بتحفظ. يبقى انا عندي ادي بحيره فيكتوريا، قلنا في كام دوله؟ 3 دول، مساحتها 69,000، نوعها حوضيه انخفاضيه، يخرج منها نيل فيكتوريا، يصب فيها نهرين، نهر من الغرب اسمه كاجيرا، ساعات بيقولوا عليه كاجيرا. يبقى انا عندي كاجيرا او كاجيرا اهو. يجي الطالب بقى الواعي اللي بيتابعني يقول لك: طب كاجيرا ده يفكرك بايه يا ابني؟ بيقع في دولتين، شوف دولتين، نهر كاجيرا في دولتين، ويصب في
غرب بحيرة فيكتوريا. وعندي نهر تاني اهو اسمه نهر السينيو في الجنوب. ممكن يقول لك ايه المخرج الوحيد لبحيرة فيكتوريا؟ نيل فيكتوريا يصب في غرب بحيرة فيكتوريا من الغرب نقط، بس هو هيجيب لك اختيار متعدد. يصب في بحيرة فيكتوريا من الجنوب نقط، هتقوم جاي انت كاتب تقع بحيرة فيكتوريا في 6 دول. غلط، في 3 دول، اما المنابع الدائمه كلها هي اللي بتقع في 6 دول، لكن يسيطر عليها 4 دول، لان احنا عندنا بوراندي ورواندي دولتين صغيرتين. يبقى نرجع تاني للكلام، باقي بحيره فيكتوريا كم؟ 69,000. يخرج منها نيل فيكتوريا عند شلالات ريبو، يصب فيها في الغرب نهر كاجيرا، صب منها من الجنوب سيميو، نحوها حوضيه انخفاضيه، يعني لا تصلح كتخزين المياه. هو بيديك المعلومات ده عشان يقول لك ايه؟ لا تصلح لتخزين المياه. ايه رايك؟ اخبط دماغك بقى في الحيطه اللي بتحفظ بقى. هيطلع منها النيل اهو اسمه نيل فيكتوريا. شوف ماشي ازاي؟ ماشي نيل فيكتوريا. هيمشي في بحيره مستنقعيه، خلي بالك في بحيره مستنقعيه اسمها كايوجا. هيطلع من البحيره وهيصب في البرت. يبقى نيل فيكتوريا بيطلع من بحيره فيكتوريا ويصب في بحيره البرت. طب انت مديني هدرسه ليه؟ انت مديني ادرسه ليه؟ هدرس نيل فيكتوريا عشان اقعد كل ساعه احفظه؟ ولا طوله 440,000 يا ابني، قصدي طوله 440 كيلو. ده انا بديك 440 كيلو دوت ودرجه الانحدار بتاعه وهو بيمشي في بحيره كايوجا للاستدلال، مش هقعد احفظك في ارقام، دي استدلال. لكن فيكتوريا احفظ ارقامها مع التكرار، خلي بالك. طب نيل فيكتوريا سيبه كده في دماغك، بص كده في نيل فيكتوريا، هل في روافد تغذيه؟ اسمع كده، مفيش روافد تغذيه. بيمر في بحيره اسمها بحيره مستنقعيه اللي هي كايوجا، بيوصل عند البرت، الميه بتاعته محدوده. دي انت وراك شغل، انت حوض النيل وراك حاجه. اقول لك خلي بالك عشان لما اجي ادرس هضبه الحبشه هدرس فيها النيل الازرق، واقول لك النيل الازرق يزداد قوه في الميه بتاعته، كلها اتجه نحو المصب. ليه؟ لكثره روافده. يبقى هنا السؤال، قارن بين النيل الازرق ونيل فيكتوريا. انت طالب لك اقارن، اقول ايه؟ اللي بيحفظ ده هقول لك النيل فيكتوريا يقع في المنابع الدائمه وفي دوله اوغندا. شاطر، ممتاز، وهو دايم الجريان، شاطر، رائع. بينما النيل الازرق يقع في المنابع الموسميه وهو المسؤول عن التربه الفاضيه في مصر. ما خدتش الدرجه النهائيه برضه. شوف كل ده ليه؟ لان هو بيشرح لك تدريسيا، قال لك نيل فيكتوريا تقل مائيته او ما ايراد الماء اللي هو 21 مليار محدود عند البرت، لان لا توجد روافد تغذيه، وكمان حاجه بيمشي في منطقه مستنقعه. سيف يا ابني وعين، عين يا بنتي السؤال ده عشان تخلي بالك منه لما اجي ادرس النيل الايه الازرق. هنا بقى المقارنه. طيب هيطلع بعد كده، يبقى احنا عرفنا دلوقتي ادي البحيره اقولها تاني، 69,000، تقع في 3 دول من المنابع الدائمه، خزان طبيعي منتظم، علشان كده نيل فيكتوريا لا يتأثر بالأمطار. ممكن يجي يقول لك ايه؟ يتأثر تصريف بحيرة فيكتوريا بالأمطار. قول له غلط. هيتأثر ليه يا حبيبي؟ ده هي خزان طبيعي منتظم، مطر يزيد مطر يقل، هي ال 21 مليار اللي هتبقى طالعه من ايه؟ من بحيرة فيكتوريا. طيب تعال بص كده برضو معايا، ادي بحيره البرت، شوف متعه الفيلم، البرت ومعاه السمليكي ومعاه ادوار ومعاه جورج، بنسميها المجموعه الاخدوديه، دي اسمها المجموعه الاخدوديه. طيب اخدوديه ليه؟ لانها واقعه في الاخدود الغربي، مش احنا عندنا اخدود غربي واخدود شرقي؟ بص، اخدود غربي واخدود شرقي، الحافه الغربيه هنا والحافه الغربيه هنا هي اللي بتدخل ضمن حوض النيل، اوعى تنسى الحته دي، غربيه ضمن حوض النيل في الغرب، غرب بي في الشرق، اوعى تنسى الكلام. تعال نرجع له، هو مديني دي حدود، مديني بحيرات اخدوديه ليه؟ عشان انا بقول له بقى بحيره البرت بحيره اخدوديه. لا 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 لا، تعالى ومساحتها 5,300. طب ماشي، وبعدين لكل الطلبه زي ما احنا اتفقنا حافظ الكلام ده. ده هو بيقول لك ان هي بحيره اخدوديه ذو حواف مرتفعه منحدره، مساحتها 5,300، يبقى تصلح كخزان. وده سؤال سريع يا عم، خلاص. لا بصوا يا اولاد، عايز اقول لكم، انت ثالثه ثانوي مش ثالثه اعدادي
ولا اولى ابتدائي هتقعد تسمع. انت لازم تسأل السؤال، ولازم تسأل السؤال ده، انت مديني الكلام بأعمل بيه ايه؟ عشان احفظه؟ تقول لك عشان احفظه. لا، لو كان هيحفظه يبقى الالاف الطلبه على مستوى جمهوريه مصر العربيه يطلعوا الاوائل. لكن هو بيديك بيانات، بيديك معطيات عشان هتيجي بعد كده تبرهن. يقول لك امال انت كنت لما اجي اقول لك هضبه البحيرات يطلق عليها سقف افريقيا عشان الاستواء، خلاص يطلق عليها هضبه البحيرات لكثره البحيرات، بس لازم اكمل. طيب انت درست محارب فيكتوريا نوحه حوضيه والبرت نوحه اخدوديه، ليه انت درستهم؟ ليه دي حوضيه ودي اخدوديه؟ عشان احفظهم؟ لا، عشان يجي يقول لك ان البرت تصبح كخزان للمياه، بينما فيكتوريا لا تصبح كخزان للمياه، بل حوضيه انخفاضيه متسعه 69,000 في منطقه استوائيه تزداد فيها نسبه الفاقد، يبقى ما ينفعش نخزن فيها ايميا. طب نخزن فين؟ من المحتمل لما نيجي نتكلم في مشروعات الري نخزن في البرت 5300 حواف مرتفعه شديده الانحدار، يبقى هتحافظ على المياه، يبقى دي اللي تصبح كخزان طبيعي. ثلاث اسئله، مش هقعد احفظ واجي في الاخر اقول الجغرافيا صعبه وحفظ، ما انت اللي جبته لنفسك. مزيدا من التفاصيل ممكن تفتح الكتاب مع الشرح بتاعنا في صفحه 14 وتشوف الكلام ده، هتلاقي الكلام ده موجود. هتقول لي الكتاب مليان مين يا بابا؟ مليان مين فوق ده؟ بص للكتاب كويس هتطلع منه المعلومه ملهاش حل. نرجع للي بعد منه. طيب احنا قلنا ان منطقه هضبه البحيرات ارتفاعها كام؟ 1500. خلي بالكم وعايز كده الطلبه بيكونوا مالهمش حل. تعال في بقى عده جبال، ميفنبيرو ورنزوري والدوم، خلاص. طب تعال تالي بيقول لك طب ما انا حفظت الجبال دي ومستني فيها سؤال. طب ماشي عادي، هيجي لك سؤال يعني ازاي يعني؟ هيجي يقول لك كده جبال؟ لا، سؤال ثانويه عامه نماذج الوزاره. خلي بالك ثانويه عامه وجه في نماذج الوزاره. هل الثلاثه الجبال دم جبل فيمبيرو ورمزوري والبون، هل الجبال ديت مرتفعات تقسيم مياه كلها؟ شوف كله يقول لك مرتفعات تقسيم. لا، ما فيش غير جبال فيمبيرو والبون هي ديت اللي مرتفعات تقسيم مياه. طب رنزوري ليه مش مرتفعات تقسيم مياه؟ اهو مش هو جبل؟ رنزوري ليه مش مرتفعات تقسيم مياه؟ تعال شوف كده رنزوري، تعال يا عم رنزوري، ادي رنزوري. فانت فاني حته يا رنزوري؟ قال لك نقع شرق نهر السمليكي، خلاص. طولي هو بقى بيتكلم جبل رنزوري، يقول لك انا طولي 100 كيلو انحرف نحو الشمال الشرقي. تنحرف ما تنحرفش، انت حر مع نفسك. انا عايزك انت يا جبل رنزوري، هل انت مرتفعات تقسيم مياه ولا مش مرتفعات تقسيم مياه؟ يقول لك حد الله، انا ماليش دعوه بمرتفعات تقسيم المياه. ليه يا عم رمزوري؟ نماذج الوزاره 93 94 يقول لك اصل كلية اقع في حوض النيل، فاذا سقطت علي امطار، لو سقطت علي امطار انحدرت نحو الروافد التي تصب في بحيره فيكتوريا من ناحيه الشرق، واذا سقطت علي امطار غربا انحدرت نحو الروافد التي تصب في البرت وفي ادوارد، وفيكتوريا ضمن حوض النيل والبرت وادوارد ضمن حوض النيل، يبقى اذا جبال رنزوري لا تصلح كخط تقسيم مياه. تعالى كده، تعالى فاكر لما قلنا مرتفعات تقسيم المياه ايه هي؟ شوف افكركم، ارجع للحلقه السابقه، قلنا مرتفعات تقسيم المياه هي التي تفصل بين نظامين، تفصل بين نظامين مائيين كمان مختلفين. طب انا عندي هل اللي في البرت وادوارد وفيكتوريا مختلفين؟ ما هما الاثنين بيصبوا في الشمال. تعال شوف جبال بقى ميفنبيرو بقى، هتلاقي تفصل بين نظامين مائيين، نظام مائي في الشمال هيصب في البحر المتوسط اللي هو نهر النيل، ونظام مائي في الجنوب اللي هو في بحيرة كييفو، ثم بعد ذلك إلى المحيط الأطلنطي. نظامين مائيين ولا لأ؟ تعالى جبل البوق، طب ما هو بيفصل ما بين نظامين مائيين، الأنهار اللي هتصب في حوض النيل وبحيرة كييفو، والأنهار اللي هتصب في بحيرة رودلف أو تركان، دي مع نفسها ودي مع نفسها، يبقى من مرتفعات تقسيم المياه في هضبة البحيرات البون، وأسمع
برافو مفن بيرو. ما كتبتش بقى رمزيرو ليه؟ ما هو ده بقى الغتات غتت عليا بالفهم عشان اتفوق، مش هقعد احفظ. خلي بالك من الكلام كويس. يبقى انا عرفت دلوقتي الجبال وقسمناها، ما عدناش كده، مش حالك الكلام ده ما ينفعش طبعا خالص. طيب عندنا بعد كده، بعد ما شفنا الجبال واخدنا عليها وعادوا بحيره فيكتوريا، هي قلت لك مساحتها 69,000، خلي بالك من الكلام، وهي حوضيه انخفاضيه فلذلك لا تصلح كخزان طبيعي، وهي اكبر بحيره في نصف الكره الشرقي، واكبر بحيره في شرق افريقيا، واكبر بحيره. طب تعالى بص كده، طب ما هو ممكن يجي يقول لك ايه، والله الجرامه دي متعه جدا، ممكن يجي يقول لك ايه، بحيره فيكتوريا اكبر بحيره في النصف الجنوبي، خلي بالك في النصف الجنوبي من من قاره افريقيا. طب ما صح، لان لو رجعت لقاره افريقيا كده هتلاقي ثلاث ارباع البحيره في جنوب افريقيا، في جنوب افريقيا، ايه جنوب خط الاستواء، خط الاستواء بيمر في اطرافها الشماليه. كل ده اسئله وارده، يبقى لازم اخلي بالي، ما اخدش المعلومه بالحفظ عشان ما تجيليش اخر السنه تعمل لي ازاي، انا كنت بحفظ وبسمع وبنضرب، ما جبتش الدرجه النهائيه ليه؟ اقول لك عشان كنت بتحفظ، والحفيظ ده ما لهوش مكان في الثانويه العامه، مع الفهم بسكل الحفظ بقى، بسكل الحفظ ده بالفهم، واخلي بالي واتربى زي لاعب الشطرنج. يا ترى السؤال ده هيجي لي ازاي؟ هيجي لي ازاي؟ ما هو حفظه لي، طب هيجي لي ازاي بقى؟ لو جاله بالطريقه المباشره كل طلبة الثانوية العامة هت ايه؟ هتعرفه، يبقى انا ما عملتش فروق فردية، وعايز الناس تعقل بقى ويخلي بالهم من الكلام دوت كويس. عندك ادي بحيرة كيوجي اهيت، بحيرة طبعا ضحلة، قلنا الارقام بناخدها للاستدلال وليست للحفظ، لكن تعالى بقى في بحيرة فيكتوريا مساحتها كام؟ 69,000، البرت مساحتها كام؟ 5,300، فيكتوريا حوضية انخفاضية، البرت اخدودية حواف مرتفعة، ايوم اصلح كخزان طبيعي كذا. طب ما ممكن يقول لك ايه، النهر الوحيد الذي يخرج من بحيره ادوار، ايه هو النهر الوحيد الذي يخرج من بحيره ادوار؟ معاك ورقه وقلم وانت بالكلام ده تقعد تعمل ازاي، وانت تعمل ازاي، اقول له بقى النهر الوحيد من بحيره فيكتوريا ايه هو؟ نيل فيكتوريا. النهر الوحيد من ادوار السمليكي. النهر الوحيد من البرت بحر الجبل. الدنيا تهبط لما انا اعمل، ويا سلام لو اعملها بقى على خريطه، ارسم خريطه كده واعمل نهر وهكذا. طيب النهر الوحيد الذي يخرج من البرت بقى، ايه هو النهر الوحيد الذي يخرج من البرت؟ هتلاقيه بحر الجبل. خلاص، يبقى النهر، انت ممكن يغرك سؤال يقول لك النهر الذي ينقل مياه المصادر الدائمه هو كذا، مين اللي بينقل مصادر المياه الدائمه من هضبه البحيرات؟ اللي هو مين؟ اللي هو بحر الجبل، وهيطلع بقى ايه في الشمال، وده هنتكلم فيه في توسع لما نيجي نتكلم عن ميه النيل. طيب عندنا بحيره البرت، ايوه 5,300، لازم اخلي بالي من بقول لك على ارتفاع 618 متر، مش شرط، مش ده، لكن الرقم الاولاني هام، اما الارقام الثانيه اللي سيبها لي عشان اقول لك ان هي مرتفعه فوق سطح البحر. تعالى بقى بتتقاسمها كل من مين؟ من اوغندا وزير. طبعا بيدخلها اهو، شوف بيدخلها من الجنوب، ادي طبعا دي اهم الجبال اللي احنا قلناها. عايز اقول لكم حاجه تانية اهم جدا، ادي بحيره البرت اهو، بيقول لي يدخلها نهر السمليك منين؟ من الجنوب. يخرج منها نيل البرت. من هو نيل البرت؟ اللي هو بحر الجبل، خلي بالكم نيل البرت ده اللي هو اسمه بحر الجبل. شوفوا كده اهو، ادي هنا كده نيل فيكتوريا اهو، شايفين اهو، بس الكثافه بقى، ودي صوره بالاقمار الصناعيه مش هتشوفوها الا على كايرو دار اهوت، هنا كده كثافه الغابات والنباتات اللي موجوده هنا، مش شايفين معالم النيل الايه؟ اللي هو نيل فيكتوريا اهو، شوف واحد اهو، وعند المخرج الثاني اهو اللي هو اسمه نيل البرت او بحر الجبل. ده اسمه بحر الجبل اهو، شايفين بحر الجبل اهو، وشوف حتى بص كده للبحيره، تامل كده البحيره، هتلاقيها بص مستطيله اهي، حواف مرتفعه، لانها بحيره هي خدوده. طب النهر اللي في الجنوب دوت، قال لك ده نهر السمليك. طبعا البحيره ديت بتتقاسمها كلها من اوغندا وزير، وادي بر رمزوري كمان بتمثل حد سياسي ما بين اوغندا وزير. يبقى ممكن يجي يقول لك ايه؟ جبال الجو او جبال مفنديرو تمثل حدا سياسيا بين دوله مين ودوله مين؟ اقول له بين اوغندا وزير. طيب الكلام ده واضح يا اولاد؟ بدأ بتاخد معاك الشرح،
وبتاخد اهم حاجه الاسئله. هيجي هنا الاسئله ازاي؟ انا عايز اعرف بقى. حلو، شرحك ممتاز وهنديك جائزه نوبل. عايزين نشوف بقى الاسئله بتيجي هنا ازاي. اسئله تيجي فين ولا تيجي حفظ؟ طيب تعالى بقى بحيره ادوار برضه، اهي شايف ادي بحيره ادوار اخدوديه اهي زي ما انت شايف. وطبعا بقى هنا في شرقها توجد بحيره ايه؟ دي بحيره ادوار، في شرقها توجد بحيره ايه؟ جورج. المخرج الوحيد بتاعها نهر الايه؟ السمليك. خلاص يبقى الكلام واضح اهوت. طيب اهم الجبال، تعال ادي مفنجيرو خلاص، وادي جبال رونزور اللي احنا قلناه، وادي جبل الايه؟ الجو. طب تعالى بص للخريطه بقى، ادي الخريطه اهي. في ايه لما ترسم خريطه زي دي يعني؟ ادي بص للخريطه وديك بقى معلومات. ادي كينيا، ادي تنزانيا، ادي اوغندا، بيشتركوا فين؟ قال لك بيشتركوا في بحيره فيكتوريا. ادي بحيره فيكتوريا. بيصب فيها في الجنوب مين؟ ادي نهر سينيو. في الغرب نهر ايه؟ كاجيرا. بيطلع منها النيل فيكتوريا، بيمشي في بحيره مستنقعيه، يصب في بحيره البرت. طيب هنا في الحته دي كده، شوف هنا كده جبل البون اهو فين؟ خلي بالك من المعالم عشان الخريطه. جبل البون فين؟ في شرق كايوجا، وهو خط تقسيم مياه بين الرودلف وبين حوض النيل. وهنا كده جبال مفنديرو شايفها؟ جنوبها بحيره كييفو، ادي بحيره كييفو نظام ميه تاني. شمالها هيبقى حوض النيل. اي مرتفعات رونزور هي شرق السميك. وممكن يجي يقول لك ايه؟ نهر نقط يقع غرب جبال رونزوري. نهر نقط يقع غرب رونزوري، نهر ليه؟ السمليكي. ادي البحيره وادي هضبه البحيرات اللي الناس كلها تلاقيه ماسك الورقه وقاعد يحفظ. بتحفظ ايه يا حبيبي؟ قال لك بحفظ هضبه البحيرات. طب انت ما فكرتش لما انت تحفظها يبقى الاف الاف الطلبه يبقوا حافظينها؟ يبقى ما فيش حد هيتفوق بقى. لازم اخلي بالي من الاسئله دي. اقول بقى الاسئله كلها كده تاني اهو. مرتفعات تقسيم المياه في هضبه البحيرات الجون مفنبيرو، رونزوري لا تدخل ضمن مرتفعات تقسيم المياه لانها كلها في حوض النيل، ادي واحد. نيل فيكتوريا لا توجد روافد تغذيه وسيف فتقل مياته عشان هيقارنوني ما بينه وما بين ايه؟ النيل الازرق. ادي ثلاثة او اربعة. بحيرة فيكتوريا حوضية انخفاضية مساحتها كبيرة 69,000. بحيرة البرت اخدودية مستطيلة ضيقة 5,300. يبقى مين اللي هيصلح كايه؟ كبحيرة. ادي واحد. النقطة اللي بعد كده لم بقى معلوماتك. يطلق على هضبة البحيرات او الهضبة اللي اسمها هضبة البحيرات. تبقى الاجابة كانت اقول له كثرة البحيرات ب، لكثرة البحيرات بها خلاص، حيث يغلب عليها طابع الاستواء، فتوجد فيها بحيرات انخفاضيه مثل فيكتوريا وكيوجا، وتوجد بقى بحيرات اخدوديه مثل البرت ادوار جورج، ودي باسماء الملوك بتاعت ايه؟ انجلترا. مالكش دعوه بيه. دي الاسئله. دي اسمها المنابع الدائمه. طب سميت المنابع الدائمه ليه؟ قال لك عشان امطارها طوال العام. طب سميت المنابع الاستوائيه؟ قال لك لمرور خط الاستواء. طب سميت هضبه البحيرات؟ لكثره البحيرات فيها. ثلاث اسماء ممكن هو يتلاعب باي اسم فيه وحر. هو الراجل عارف ان انت بتقرا الكتاب وبتتابعنا وبتشوف النماذج وبتشوف الاسئله، وبناء على ذلك بيحط لك الاسئله بطريقه الايه؟ الفهم. يبقى انا دلوقتي عرفت هذا هضبه الايه؟ هضبه البحيرات، وعرفت كل حاجه فيها، وعرفت اهم الاسئله، وعرفت ان صخورها عرقيه. سيب كل المعلومات ديت علشان لما نيجي في الدرس القادم او الحلقه القادمه نتكلم عن المنابع الايه؟ الاستوائيه، اي قصدي المنابع الموسميه او الصيفيه او هضبه الحبشه.